قاله عمرو وردة في هذا الموضوع. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم هو أشياء مهمة جدا جدا بتدور خلال هذه الفترة في كرة القدم، وانت قاعد بتتفرج على المباريات الجولة الأولى يعني تقريبا انتهت، يعني بعد أقل من ربع ساعة هتنتهي هذه الجولة. كل الفرق كل المنتخبات هتبقى لعبت، اتفرجنا تقريبا على كل المنتخبات، مستوى فني لسه طبعا لم يرتقي إلى المستوى الفني اللي احنا بنأمله، ولكن هناك بعض المنتخبات اللي ظهرت واضحة جدا جدا مع وهي بتلعب الحقيقة أمام المنتخبات الأخرى، منتخبات ظهرت بمستوى جيد جدا، ومنتخبات ظهرت بمستوى متوسط، ومنتخبات الحقيقة كان عليها علامات استفهام كبيرة جدا 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 خلال الجولة الأولى. ولكن دائما أنا لما باجي أتكلم أو أي حد من المحللين الحقيقة لما بيجي يحلل دائما بيستنى شوية بعد الماتش الأول، بيحب يشوف الماتش الثاني أفضل. الماتش الثاني بيبقى خلاص اللعيبة دخلت في جو وفورمة المباريات، وابتدت ان هي تشوف المباريات بشكل جيد، وانت كمان كمحلل تقدر تشوف المباراة. طيب خلينا ناخد واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقة اللي له دائما رؤية مختلفة، المدير الفني الكبير الكابتن طارق العشرة. كابتن طارق ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام حبيبي، ربنا يبارك فيك يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن يعني اولا النهارده كانت نهايه الجوله الاولى في الدور الاول او في مباريات الدور الاول في البطوله الافريقيه، تقييمك ايه للمباريات اللي حضرتك شفتها؟ يعني بصفه عامه يمكن نأيد بعض كلامك في ان لسه المنتخبات ما طلعتش ما في بعضتها. أيوة. مثل المنتخبات الكبيرة اللي الرهان عليها. ولذلك يعني البطولة أنا في رأيي الشخصي هتبتدي مع الأدوار اللي بعد الأدوار التمهيدية. أيوة. دي الأدوار المهمة لأن هتفرز لك على بعض المنتخبات القوية أو عامة المنتخبات القوية اللي بتترشح. ومن هنا بتبدأ البطولة بشكل كبير كده. عموما يعني التدرج في المباريات مهم. المباراة الافتتاحية مفيش شك طبعا مهمة جدا، ثلاث نقاط، لأن دي بتدي دفعة لما هو قادم. في بعض المنتخبات عبرت عن نفسها بشكل كويس زي السنغال، زي مالي، زي الجزائر، كوت ديفوار النهارده، الكاميرون، غانا النهارده. وفي بعض المنتخبات لسه ما عطتناش المستوى اللي معهود عليها، فاتمنى خاصه معاهم برضه مصر بشكل كبير، لان ارتفاع مستويات المنتخبات دي بالشكل هيرتقي بالبطوله بشكل كبير جدا. انت قلقان يا كابتن من ماتش بكره؟ لا انا مش قلقان خالص، يعني أيوة. مش قلقان خالص لان عامه اولا المنتخب بيعيش حاله من الضغوط كبير جدا. نعم. وخلينا نتكلم بالكلام التجاري. اي اتفضل. النتيجه مهمه جدا، هي في المقام الاول ثم الاداء. انا عارف ان الاداء ممكن يكون قلق بعض الجموع المصريه بشكل كبير على المنتخب المصري، واللي انا اتمنى ان هو يتدرج في المستوى بشكل كبير. اتمنى مباراه بكره، خلي بالك مباراه بكره من المباريات الصعبه خاصه جدا. فريق الكونغو ما عبرش لسه عن نفسه، ظهر بصوره سيئه امام الفريق الاوغندي، ويمكن كانت مفاجاه كبيره جدا ان المنتخب الاوغندي يفوز على الكونغو، كان كله مرشح الكونغو بشكل كبير، عشان كده بتاتي صعوبه المباراه. يعني الكونغو مش عاوز يخسر مره ثانيه، وهيدافع بكل ما اوتيه من قوه في المباراه. ولذلك المنتخب يعني لعيبه المنتخب، منتخب مصر عليهم مسؤوليه كبيره جدا عشان ناكد ان شاء الله صعودنا للدور الثاني، وده مهم جدا جدا ان احنا ناخد المركز الاول وبعد كده نفكر في المباراه القادمه. عشان كده المباراه مهمه جدا، اتمنى ان هم ياخدوها بكل جد. كابتن طارق انا عارف ان انت من المديرين الفنيين اللي ما بتحبش تغير حتى في تشكيلك كتير الا في ظروف صعب، يعني في ظروف قهريه، لكن هل لو حضرتك موجود مدير فني هتغير بكره في اي حد اتكلم عليه الناس خلال او المحللين خلال الفتره اللي فاتت او خلال المباراه اللي فاتت بكره في التشكيل؟ يعني شوف عامه احنا تعودنا ان المدربين الاجانب دايما بيميلوا الى التثبيت في التشكيل. نعم. والتشكيله اللي بدات المباراه اعتقد هي يمكن التشكيله الانسب في الوقت الحالي. وان كنا طبعا كلنا علينا علامه استفهام في بعض التغييرات اللي اجريت، لان ما ضافتش كتير جدا للمنتخب. المهم ان اللي انا شايفه ان المنتخب يفقد نوع من الانسجام بشكل كبير جدا، وده اللي بيراهن عليه مستر اجيري، ان مع تدرج المباريات هترتفع فيها مستوى الاداء،
هيرتفع فيها مستوى اللياقه البدنيه، هيرتفع فيها مستوى الانسجام، وده اللي يمكن كان غايب في الفتره اللي فاتت ديت. انت عارف كان كل اللعيبه مشغوله، سواء لعيبه محترفه مظبوط في البطولات الاوروبيه او البطولات المحليه، تجمع حوالي 12 يوم، خد مباراتين فقط لا غير، وبعدين لعب بتشكيلين ما كانش فيه ثبات في التشكيل. ايوه. فطبعا عشان يوصل للانسجام ده فهياخد وقت. اتمنى ان الانسجام ده يحصل في الوقت ده، الادوار التمهيديه ديت بثبات التشكيل بالشكل، مع نتائج طبعا ايجابيه عشان تدي دفعه كبيره جدا جدا للاعبين، وتدي للجماهير كمان ثقه في اداء منتخبها. نعم. وتفيدنا في المرحله القادمه اللي هي المرحله الاصعب. يعني انا مش عاوز اكون الان ولا الشارع المصري الان. ايوه. افتكر 82 كاس عالم ايطاليا، ايطاليا صعدت للادوار، خدت، خلي بالك ايطاليا خدت كاس العالم. ايوه. صعدت للدور 16 بثلاث تعادلات. نعم. وكان مستواها الفني لا يؤهلها ان هي، ما كانش حد عنده ادنى شك في ان ايطاليا ممكن تاخد البطوله. فخلينا نمشي خطوه خطوه وندي معنويات للاعبين بشكل كبير جدا، ونكونوا مساندين بشكل كبير جدا. ايوه. لان احنا البطوله دي مهمه بالنسبه لنا، خاصه ان البطوله جت على ملاعبنا، والتنظيم مستواه رائع جدا، مش هيكتمل ان شاء الله غير بان الجماهير المتواجده بالاعداد الغفيره اللي انت شفتها دي، لان ديت من الحاجات اللي فرحتني. تيشيرت بتاع منتخب مصر كان مزين المدرجات، ويمكن احنا بنفتقد الكلام ده بشكل كبير. عاوزين ناكد على الكلام ده بشكل كبير، واللي هياكد عليه اكتر كمان النتائج الايجابيه. عشان كده اللاعبين يعني من المفترض ان هم متحملين مسؤوليه، مركزين بدون شوشره، لان احنا شفنا في الفتره اللي فاتت ديت، اليومين اللي فاتوا دول، بعض الشوشره اللي حوالين المنتخب. عاوزين نقفل على نفسنا بشكل كويس بدون شوشره، عاوزين نركز، لان صراحه البطوله فيها منتخبات كبيره، يعني محتاجه المنتخب المصري يركز 100%. مظبوط. لان اي غفله حتى ممكن الامور تضيع البطوله. مظبوط. كابتن طارق، اعتقد ان انت واحد من اسعد الناس بالمستوى اللي بيظهر بيه محمود علاء، لانه احد ابنائك، وانت كان ليك دور كبير جدا جدا في ان هو يلعب. وانا افتكر اول مباراه، لان انا كنت اتشرف بالتواجد تحت قيادتك يعني في حرس الحدود، كانت اول مباراه لو تفتكر، مباراه المصري البورسعيدي، وكنا في بورسعيد. بالظبط. وحرس الحدود كان لسه ناشئ، وحضرتك قعدت بالليل واتكلمت معايا وقلت لي خلي بالك هيلعب محمود جنبك، خد بالك وكذا وكذا، لو حضرتك تفتكر. فاعتقد ان انت واحد من اسعد الناس بالمستوى اللي بيظهر بيه محمود علاء. طبعا محمود ده ابدا يعني مستوى جيد في اول ظهور ليه، خلي بالك ده كان لود عليه كبير جدا. ايوه. يكون ان هو ياخد رجل المباراه في المباراه ديت، يعني ده شيء يعني يديله ثقه في نفسه، وياخد ويكسب ثقه جهازه ويكسب ثقه جماهيره. هو الامانه في الدوري مأدي مع الزمالك بشكل جيد، كمان لما اللعيب، عارف انت اللعيب لما بيحس ان هو بيأدي ثقه مع منتخبه، بيرسخ قدمه في التشكيله الرئاسيه. مظبوط. طبعا في الشك طبعا، يعني ده بيسعدنا كلنا وبيسعدني انا شخصيا، وهو كمان. انا اتمنى ان هو يواصل على المستوى ده، ما يبقاش الماتش الاولاني بس، لان احنا محتاجينه، ومحتاجين كمان حجازي، ومحتاجين بقيه المجموعه، المحمدي، محتاجين ايمن اشرف بشكل كبير جدا، محتاجين برضو النني ان هو يفوق، لان يفوق شويه. صح. النني لما هيفوق هيزود قدراتنا الهجوميه والدفاعيه، بشكل كبير قوي في المساندات، خاصه في المساندات الهجوميه في الثلث الهجومي، لان هو احد المفاتيح المموله لخط الهجوم. محتاجين برضو محمد، يعني انا بشفق عليه، لان الضغط عليه كبير جدا جدا. فمحمد صلاح، مروان، انا شايف بدا بدايه جيده. تريزيجيه يعني ما شاء الله عليه، يعني البدايه بتاعته مبشره، وانا عارف تريزيجيه لما من مباراه لمباراه بيزيد. نعم. برضه محمد الشناوي، محتاجين كتير جدا في تركيزه، لان عليه دور كبير جدا 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 في المباريات اللي، خلي بالك، اللي هتبقى اصعب من كده. انا متاكد ان شاء الله من الصعود، لكن اللي باكد عليه ان شاء الله باذن الله تعالى المباريات المهمه القادمه هي الرهان الاصعب. تمام. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن طارق، كابتن طارق العشري، المدير الفني الكبير واحد المديرين الفنيين الكبار في مصر الحقيقه، كابتن طارق العشري.